خلود واذا شفت الحلا اقبلت والكون كله صار غير والبدر انثر احاسيس وظنون اقبلت خلود وخلود لو تسير تأسر الدنيا وتأسر هالحضور هالعروس اللي مثلها ما يصير بالحسن تقبل وتظهر مثل نور مهما قلنا وصفها يبقى الكثير والحكي عنها اقبلت خلود واذا شفت الحلا اقبلت خلود واذا شفت الحلا النشاد تظهر ورود الياسمين كانها صارت لها